في يوم 14/10/2023 وفي تمام الساعة 8:30 مساء تلقى المستشفى المعمداني قذيفتين. قامت إدارة المستشفى بالاتصال على مطران الكنيسة الإنجيلية في بريطانيا وأخبرته بالحدث الذي قام مشكورا بالاتصال بكل المؤسسات الدولية ليخبرها بهذا الحدث الجلل والجسيم، ثم بعث برسالة اطمئنان أن المستشفى بإمكانها أن تعمل، كما أن طواقمنا المتمسكة برسالتها لم تستطع إخلاء هؤلاء الجرحى من ناحية، وكانت متمسكة بأداء رسالتها كما كل المستشفيات واصلت أعمالها. كانت رسالة التطمين إنما هي دافع إضافي لهذه الطواقم لكي تعمل في هذا المكان. بدوري قمت بإرسال هذه الصور لمستشفى المعمداني، وأرسلتها للسيدة لين منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، وأرسلتها لمكتب الصليب الأحمر ولمنظمة الصحة العالمية وكل المؤسسات لأقول لهم وللعالم أجمع، اليوم هذا العدو الذي يهدد هذه المستشفيات تحت سمع العالم وبصره ولا يحرك العالم ساكنا ولا يتخذ إجراءات رادعة ولا يتخذ إجراءات حاسمة باتجاه هذا العدو، فإنما كان يتلقى العدو رسالة اطمئنان ورسالة سماح بأن يقصف المستشفيات، وقد أتم هذا الأمر في هذا اليوم في هذه المجزرة الوحشية التي قل أن نسمع بمثيلها في العالم الحاضر، وإنما نسمع عنها في تلك العصور البائدة التي تحكي قصص الوحشية والفاشية التي يتمثلها اليوم هذا الاحتلال بأفضل ما يتمثل به الجريمة. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.